متابعي قناة شوف تيفي، وسهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر العاجل مباشرة من تطوان. لأول مرة في تاريخها أمريكا تعترف بسيادة المغرب على كامل صحرائه، ونهاية مأساوية للبوليزاريو. إذن مباشرة من تطوان متابعينا، طبعا هذا خبر تفرح كل المغاربة في بقاع العالم. لأول مرة في تاريخها أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الكامل صحرائه، ونهاية مأساوية للبوليزاريو متسبينا. طبعا هذا خبر تفرح كل المغاربة العالم، ماشي على المغرب، بقاع العالم متسبينا. طبعا هذا شيء مهم ومهم بزاف سياسيا. هنا أجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفي مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئيسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على منطقة الصحراء المغربية، وفق البلاغ وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي. أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئيسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبتأثيره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة المناطق الصحراء المغربية. طبعا هذا خبر تفرح متسبعينا أنه أمريكا لأول مرة في تاريخها كتعترف بالصحراء المغربية، وضربة قوية ومفجعة البوليزاريو. إذن أجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفي مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئيسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على منطقة الصحراء المغربية. وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك أنه أصدر مرسوما رئيسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبالتأثير الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة مناطق الصحراء المغربية. إذن لأول مرة في تاريخها أمريكا تعترف بسيادة المغرب على كامل صحرائه، ونهاية مأساوية لبوليزاريو. شنو رأيكم متابعينا وشنو تعليقاتكم حول هذا الخبر طبعا المهم الذي يفرح؟ أكيد كما قلت تفرح. إذن حسب البلاغ الديوان الملكي توصلت شفت في نسختي منه، أجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئيسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على مناطق الصحراء المغربية. وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاتصال الهاتفي مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئيسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وتطبيق فوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. طبعا هذا موضوع متسبينا كما قلت هذا موضوع طبعا اللي أكيد عاد يحرك القلب ديال البوليزاريو، ضربة قوية البوليزاريو أكيد بعد ما سمعوا هذا الخبر. لأول مرة في تاريخها أمريكا تعترف بسيادة المغرب على كامل صحرائه، ونهاية مأساوية للبوليزاريو. طبعا هذه نهاية مأساوية للبوليزاريو متسبعينا أكيد. طبعا اتصال أجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئيسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على منطقة الصحراء المغربية. وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئيسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثاره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة الصحراء المغربية.
طبعا هذا موضوع متسبعين. طبعا هذا موضوع كتبقى دائما الصحراء مغربية. شي واحد هنا قال لي ما عجبوش يشرب البحر، اكيد يشرب البحر والواد. اذا متسبعين، طبعا هذا خبر ديال اليوم اللي تيفرح وضربة مفجعة البوليزاريو. أجرى الملك محمد السادس اليوم الخامس اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئيسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب كاملة على منطقة الصحراء المغربية. وفيما يلي بلاغ للدول الملكي، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئيسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. إذن متسبعين، الحمد لله أنه المغرب أمريكا لأول مرة كتعترف، وهذا اعتراف مهم متتبعينا. اذا شنو رايكم؟ تبغينا تعليقاتكم، شنو رايكم متتبعيكم؟ شوف طبيعي احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحانه البيضاء. طبعا بغينا الاعلام الوطنيه تزلزل هذا الفيسبوك، طبعا لان المرتزقه ديال بوليزاريو اكيد مما لا شك فيه اليوم ما عندهمش النعاس، هذه ما فيهاش النقاش. اذا متتبعينا بغينا طبعا كما قلت الاعلام الوطنيه تزلزل الفيسبوك اليوم على اثر هذا الخبر المفرح اكيد مما لا شك فيه. غادي نذكركم، اجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه بمناسبه اصدار الرئيس الامريكي مرسوما رئيسيا يعني يقضي باعتراف الولايات المتحده بسياده المغرب كامله على منطقه الصحراء المغربيه. وفيما يلي بلغ للديوان الملكي، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصال هاتفي مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وبأثر فوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة على كافة منطقة الصحراء المغربية. طبعا هذا موضوع كما قلت لي بوليزاريو اليوم ما يديهمش النعاس، مما لا شك فيه ان اليوم بوليزاريو المرتزقة ما يديهمش النعاس بهاد المرسوم. امريكا تعترف رسميا بسيادة المغرب على صحراء بمقتضيات مرسوم. طبعا هذا خبر كما قلت تيأسف بوليزاريو وتفرح المغاربة العالم. لأول مرة في تاريخها أمريكا تعترف بسيادة المغرب على كامل صحراء، ونهاية مأساوية لبوليزاريو. طبعا اتصال هاتفي اللي أجراه اليوم، أجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب كاملة على منطقة الصحراء المغربية. وفيما يلي عفوا للبلاغ الدول الملكي، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أجرى الرئيس الأمريكي أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة مناطق الصحراء المغربية. شيء جميل جدا متسبعينا، مشارف نهاية 2020 من أحسن الأمور اللي ممكن يختموا بها هذه السنة إن شاء الله في هذا الخبر المفرح أكيد ديال لأول مرة أمريكا كتعترف بالسيادة عندنا الصحراء مغربية وغتبقى مغربية. إذا على المباشر أمريكا تعترف رسميا بسيادة المغرب على صحراء بمقتضيات مرسوم. بغينا آراءكم تعليقاتكم متسابقة. نشوف طبعا هذا خبر كما قلت اللي عادي يخلي مرتزقة بوليزاريو اليوم بلا نعاس، مما لا شك فيه متسبعينا. بغينا آراءكم، بغينا تعليقاتكم. نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم في هذه الليلة المباركة، كذلك
تسمى على سويعات على يوم الجمعة، وهذا الخبر في ليلة الخميس صبيحة الجمعة مفرح، ونتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. إذا من تطوان مباشرة متابعينا مع هذا الخبر، لأول مرة أمريكا تعترف رسميا بسيادة المغرب على صحرائه مقتضيات مرسوم. إذا أجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفي مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوم رئيسيًا يقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على منطقة الصحراء المغربية. تحية لكل متابعينا الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. أكيد كما قلت هذا موضوع اللي ما عاد يخلي ملا شك فيه بوليزاريو اليوم بلا نعاس. غادي يخلي بوليزاريو اليوم بلا نعاس، هذه مسألة ما غادي نختلفوش فيها، لأن هذه ضربة غتأسفهم. وأكيد حنا الحمد لله أن الأمور ماشة بخير وعلى خير، وأكيد مما لا شك فيه أنه المغرب في المكان الصائب ديالو، ما كاينش شكون اللي يحركو أو يزعزعو، هذا هو الأهم. إذا من تطوان دائما متابعينا، شنو آرائكم، شنو تعليقاتكم في هذا الخبر؟ طبعا كما قلت أجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفي مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوم رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكامل على منطقة الصحراء المغربية. وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. إذا متابعينا طبعا بغينا آراءكم وتعليقاتكم على هذا الخبر الهام المهم في هذه الليلة. تحياتي لكم إنما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لكل مغاربة أمريكا وكل مغاربة العالم من بقاع العالم متابعينا. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، شكرا لكم على التعليقات والحضور ديالكم الدائم متابعينا. اكيد كما قلت من خلال التعليقات ممكن يبان لك بوليزاريو كيعلق، لانه اكيد هذا الشيء ما عاد يعجبوش وعاد يضربوا في قلبه للاسف. اذا نعطيكم الخبر رساله البلاغ الاخير، اجرى الملك محمد السادس اليوم الخميس اتصال هاتفي مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على منطقة الصحراء المغربية. وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اتصال هاتفي مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة تأثيره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة مناطق الصحراء المغربية. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، أمل ألقاكم بخير في مباشر آخر. أتمنى والدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. إذا من ساحة مولاي المهدي بلاصة بريمو، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، أتمنى والدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. أمل ألقاكم بخير في مباشر آخر. تحياتي لكم إنما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، كان معكم معتكف كالعادة، إلى اللقاء. تحية عصام من إيطاليا، تحية لكل متابعينا الأوفياء. طبعا قبل ما نقطع هذا المباشر بغينا ننزلوا الفيسبوك بالرايات الإعلام الوطنية، أكيد اللي تقلق الراحة ديال كل مرتزق وكل شردمة ديال بوليزاريو. من شارع الوحدة تنشكركم على التفاعل والتعليقات ديالكم من قلب مدينة تطوان الحمر البيضاء في شمال المغرب، شكرا لكم، أمل نلقاكم بخير في مباشر آخر، ونتمنى الدعوات ديالكم في هذه الليلة مباركة وجمعة مباركة لكل متابعينا الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. طبعا كما قلت منا طبعا الصحراء مغربية تبقى مغربية، أحب من أحب كره من كره، الصحراء دائما مغربية. بغينا تعليق الصحراء مغربية والأعلام الوطنية، الصحراء مغربية والأعلام الوطنية
الله الوطن الملك، تحية الجميلة وتحية لكل المتابعين الأوفياء. طبعا المغرب هو المغرب، ونتمنى والدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ونتغلبوا على هذه الجائحة، ونتمنى الدعوات ديالكم في القارب العاجل إن شاء الله. إذا شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتز كيف كالعادة، أمين نلقاكم بخير في مباشر آخر. شكرا كل متابعينا الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، إلى اللقاء في مباشر آخر. إلى اللقاء في مباشر آخر. شكرا لكم على التعليقات، شكرا لكم على التفاعل، شكرا لكم على الروح الوطنية. الانسان اللي ما تكونش عنده روح الوطنية راه ما كيكون ماشي وعدك. نكونوا واضحين، الروح الوطنية هي الروح الوطنية، علامة الوطنية. بغينا نزلزلوا بها الفيسبوك، تحية من أصيلة نجوى، تحية الناس ديال أصيلة باسيو قريقية، تحية لكل المتابعين الأوفياء من مدينة أصيلة السياحية الجميلة. إذا هذه الأجواء ديال تطوان متسبين احنا معكم في هذه الدردشة عبر شوارع الحان البيضاء، تحياتي لكم إذا ما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنوا طبعا نتمنوا الخير. هذا خبر تفرح اليوم ديال أمريكا كتعترف بالسيادة المغربية في الصحراء المغربية، وأكيد بلا شك فيه إن شاء الله غادي نتغلبوا على هذه الجائحة وترجع الحياة الطبيعية كذلك، وترجع المياه المجاريها. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، أمين نلقاكم بخير في مباشر آخر. عاش الملك تقول جميلة، أكيد الله الوطن الملك. كان معكم معتز كيف كالعادة، تحياتي لكم إنما كنتم داخل الوطن أو خارج الوطن، أمين نلقاكم بخير في الدردشة الليلية مع موضوع للنقاش. شكرا لكم من حي من شارع جامعة عربية أمامكم مسجد سيدي طلحة، تحياتي لكم، صبحوا على خير. انتظروني عفوا قبل ما تصبحوا على خير في المباشر الليلي مع البرنامج الليلي، إلى اللقاء.